يقول السائل: قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. البعض يقول بأنه يجب وجوبا على كل مسلم أن يستجيب لنداء المسلمين المقاتلين في أفغانستان والعراق وغيرها، وأنه لا يسقط عن أحد، ومن لم يستجب فهو عاص مستحق للعقوبة، استنادا على هذه الآية، فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ؟ لم يكمل الآية، لو أكملها لعرف: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كان بيننا وبينهم ميثاق وهم قد تعاهدنا معهم، فلا يجوز أن نقاتلهم حتى ينتهي الميثاق الذي بيننا وبينهم. فهو ما كمل الآية، أخذ اللي يصلح له منها أولا، ترك الباقي.